خلونا نتعرف مع بعض على تفاصيل اكتر. معانا عبر الهاتف الاستاذ حسن خلف، وكيل وزاره الشباب والرياضه بالبحر الاحمر. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير يا فندم. يعني في البدايه حابين نعرف من حضرتك، هل الانشطه والالعاب اللي بيستضيفها او بيتضمنها الدوري مقتصره فقط على كره القدم، ولا في فعاليات اخرى او انشطه اخرى؟ احنا الوزاره اطلقت عندنا تحت رعايه طبعا الدكتور اشرف صبحي مبادرة جميلة اسمها سيف شبابنا، بتشمل طبعا الأولاد والشباب الكبار والصغيرين، ودي كانت وده من ضمن الفعاليات تحت رعاية الإدارة المركزية للتنمية الرياضية عندنا كرة القدم وتنس الطاولة. كرة القدم الحمد لله كان مستهدف 63 فريق، سجلنا 68 فريق طبقا للتقرير اللي سيادتك قدمتيه فيه طبعا، واللي كان واضح فيه المدن اللي شاركت، وكان من ضمن المدن الجميله قوي اللي احنا الحاجه اللي تساعدنا الجنوب بيشارك معانا فرق كثيره جدا. يعني بيهمنا قوي برضو ابو رماد وحلايب وشلاتين، 21 فريق ما شاء الله، يعني حاجه عظيمه جدا من ضمن الفرق اللي مشاركه معانا، ودي حاجه ما تعودناش منها قبل كده. الجنوب ما شاء الله فعال معانا جدا جدا في الرياضه، ودي من المواهب الجديده اللي تكتشف يعني، ودي حاجه عظيمه جدا تحصل طبعا لمعالي المحافظ عمرو حنفي بيشارك معانا جدا، المحافظ اللي ساعدنا الى جانب الوزاره. عايز اقول لحضرتك ان تنس طاوله هتلاحظي ان فيها حاجه جديده جميله قوي، ان في حلايب بيشارك معانا البنات. البنات ما كانش البنات عندي 9 بنات بيشاركوا في التنس طاوله، دي شيء بالنسبه لنا رائع يعني. لان طبعا انت عارف حضرتك الجنوب كان ليه عادات وتقاليد حقيقي، لكن دلوقتي ما شاء الله هم منفتحين معانا، بيشاركوا معانا في كل حاجه، في كل الانشطه الثقافيه والرياضيه، ودي من الاشياء الجميله. موجودين في كره القدم ولا لا يا فندم؟ للاسف احنا لسه كره القدم النسائيه هنعمل لها مهرجان ان شاء الله في شهر 12 ان شاء الله، وهيشاركوا معانا حلايب وشلاتين في كره القدم النسائيه، ودي اول مره هتحصل برضه ان شاء الله، وهنتابع مع حضراتكم طبعا كل اللي بيحصل. اكيد ان شاء الله يا فندم. احنا شغالين دلوقتي في سفاجه، هنكمل ان شاء الله لحد يوم 15 في سفاجه، وبعد كده يبقى فاضل لنا ان شاء الله حلايب وبقيه الفرق يعني. ان شاء الله كمان عندنا تصفيات بعد كده المجموعات هتتصعد للدور الثمانيه ان شاء الله، بدايه من 15/11 لحد 30/11 هنصعد المجموعات. الفرق النهائيه اللي هتوصل ان شاء الله هياخدوهم على 27 محافظه، يبقى في تصفيات نهائيه، وده بيعزز روح التعاون بين كل المحافظات في الرياضه. صحيح. خطه من طب انتوا دوركم هل انتوا يعني بيقتصر فقط على التنظيم، ولا بيتم توزيع تيشيرتات معينه بالوان معينه بشكل دوري وكانه دوري من الدوريات الصغيرة؟ يعني فهمني نشاطكم ايه او تداخلكم ايه كوزارة الشباب في هذه القصة. وزارة الشباب والرياضة بتتيح لنا يا فندم الموارد المالية عشان فعلا نوزع على الفرق كلها، كل فرقة ليها لون معين بتشتغل بعد ما يشاركوا معانا ان شاء الله في الاختيارات، كل فرقة بتبقى ليها تيشيرتات لون معين، ولازم زي موحد لكل فرقة، وده بيعزز روح الفرق ان هم يعرفوا يعني ايه فرق. طبعا احنا يعني الهدف اصلا الوزارة والمديريه عندنا الوصول للمناطق المحرومه من ممارسه الرياضه، ودي اهم حاجه في الموضوع حضرتك. فبالتالي ده تنظيم كامل اكنه دوري بالظبط، ودوري مجموعات ومنظم طبعا، بدخل كل الزملاء معايا في المديريه التربيه الرياضيه ما شاء الله عليهم خبراتهم كافيه جدا، تنظيم دوري كامل من 68 فريق، فده شيء عظيم جدا لحد ما يوصلوا دور الثمانيه ان شاء الله شهر 11. بنوزع عليهم تيشيرتات وبيعاملوا معامله وحكام ولائحه حكام يا فندم، بجد هم بيشعروا ان هم بيلعبوا في الدوري. ودي اهم حاجه ان احنا نوصل لعدد كبير جدا من الشباب والاطفال ان هم يمارسوا الرياضه من سن صغير. عجبني جدا انه في بنات كمان بتشارك، وان شاء الله نتابع مع حضرتك لما يبقى في دوري للسيدات في كره القدم. كل الشكر ليك الاستاذ حسن خلف، وكيل وزاره الشباب والرياضه بالبحر الاحمر. كل الشكر ليك يا فندم.